ذكروا أهل التاريخ أن الملك عبد العزيز رحمه الله اختار واحة يبرين الواقعة في عمق الصحراء والبوابة الشمالية الشرقية للربع الخالي التي تبعد عن مدينة الهفوف التابعة لمحافظة الأحساء نحو 270 كيلومتر لتكون مركز تجمع وقاعدة له ورجاله، وذلك بعد خروجه من الكويت عام 1319 من العام الهجري، ومكث طيب الله ثراه في هذه الواحة 50 يوما من غرة شعبان إلى 20 من شهر رمضان، عندما كان قادما من دولة الكويت متجها لفتح الرياض عام 1319 من العام الهجري. اكتسبت يبرين أهميتها الكبرى من حيث موقعها، فموقعها في الواقع يقع شمال الربع الخالي وبالغرب من رمال الدهنة. كانت مستوطنة قديمة تاريخية، وترى هناك آثار تدل على هذا الاستيطان القديم وآثارات إلى ما قبل التاريخ. وازدادت أهمية يبرين في الواقع بعد مرور الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في هذه الواحة ومكوثة فترة من الزمن. كانت يبرين من الخطوات الأولى في تأسيس وتوحيد المملكة، من هنا تأتي أهمية هذه الواحة لما تحمله من إرث تاريخي لقيام الدولة السعودية. واليوم يبرين غنية بثروة البترول التي تنتج 4,700,000 قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتدفق حوالي 5,100 برميل يوميا من الزيت الخفيف جدا من حقل يبرين الذي يقع على الحافة الجنوبية لحقل الغوار. لقناة الإخبارية محمد المزيدي من مركز يبرين الأحساء.